أنا إياد أبو غوش، بشتغل صيدلاني بالشركة الدولية للدواء. أول ما حكوا لي على تشينج زون، فكرت في الموضوع، قلت إف الواحد بيطلع من الدوام زهقان، مش عباله يعمل إشي، يدوب يروح يرتاح في البيت أو يشوف أصحابه أو إلى آخره، بلس طالع الواحد منهك من الجامعة مش فاضي لأسايمنتس بروجيكتس إلى آخره. بس اكتشفت انه كل هاي الافكار او البرسبشن الموجود عندي كله مغلوط، لانه من اول محاضره دخلت فيها على تشينج زون اكتشفت انه الشيء اللي انا عم بدخل فيه شيء جديد، شيء منسوب للكرياتيفيتي فيه كثير عالي. الاحلى في الموضوع بتشينج زون انه الاجواء اللي موجوده في المؤسسه كثير عائليه، بتحس حالك بداخل بجو عيله وحده. ما كنت ادخل او على المحاضره وانا حاسس انه داخل على هم او على ملل، بالعكس كنت عم بدخل على شيء مسلي، شيء عم بيعطيني افاده، بنفس الوقت عم بتطلعني من المود الشغل اللي انا عم بمشي فيه، بلس اني عم بستفيد فيه بالكارير باث واي تبعي. فانا بستغل هالفيديو اني احكي لاسره تشينج زون شكرا كثير على كل شيء قدموه لنا. انا شخصيا استفدت كثير من التجربه تبعتي خلال فتره دوره الميني ام بي اي، بتوقع انه حيكون في لها امباكت كثير منيح على الكارير باثوي تبعي. بتشكر امن، بتشكر روبا، بتشكر غدير، بتشكر كل الستاف، تحملونا كثير، كانوا ناس كثير بروفيشنال بالتعامل معنا، وانا متاكد انه اكيد حيكون في لي صولات وجولات اخرى مع المؤسسه بدورات ثانيه. فقال شيء اني احكي لهم شكرا كثير.